أنا مبارح قلت لك ما بدي التقى فيك ولا أشوفك ولا أحكي معك. عائشة بلا عناد، بدي أتوكل وأنت بدك تقبلي هالشي. ما رح أقبل. حتقبلي؟ ما رح أقبل، حتى لو كنت بدي أفنى هون بالسجن ما رح أقبل إنك تكون محامية. رجاء روح. بدك تقبلي عائشة، بدك تقبلي. بتشوفي أنا العنيد ولا أنت؟ يلا عنديني خليني أشوف. يا سجانة معلش تجي. في شي مشكلة؟ إيه. لا ما في أي مشكلة يا خالي، أنا المحامي تبعك، عم نحكي بيناتنا مشان نحل الموضوع. ما أنا محامية، أنا لسه ما عملت وكالة لحدا. بس بعد شوي رح تعملي لي إياها بعد إذنك. ممكن تتركيني أنا وموكلتي على انفراد إذا سمحتي؟ شوفي أنت عم تتولدني، عدي هون خلينا نحكي دقيقتين. رجاء أنا عم بترجاكي. ماشي، بس هاد آخر حديث بيناتنا. فيك تقلي ليش بدك تكون المحامي تبعي؟ لأنه لازم رجع لك حريتك، لازم طالعك من هالسجن. أنت مفكرة الحياة بالسجن كتير سهلة مو؟ مفكرتيها لعب ولاد؟ كتير رح كون مبسوطة إذا طلعت لبرا؟ هون أريح بكتير، أصلاً ما لي حدا يستناني برا. ما بيهمني إذا كان في حدا أو لا. واللي فيني ما بيهمك؟ ما بيهمني كتير، لأنه أنت بريئة وأنا بدي أثبت أنك بريئة وبدي تتحقق العدالة. عن أي عدالة عم تحكي وأنت يلي ظلمتني؟ قلت لك لا ترفعني على السما، بخاف إذا وقعت انكسر، وأنت وعدتني أنك رح تضل ماسك بإيدي. وهلأ تفضل شوف حالتي، أنا انكسرت. أنت مفكر أنه سهل علي شوفك هيك وأرجع عيش جوا بالعتمة تبع المهجة؟ ما بدي أحكي بهي المواضيع. يعني أنت ما بتزعل علي؟ أنت ما بتشفق أبداً؟ طيب لكان شو اللي بيهمك؟ شو بدك مني؟ قلي شو بدك مني؟ فهمني. أنا ما عاد بدي منك أي شيء يا عائشة، صراحة أنت مو هاممتيني أبدا. همي هلأ أمسك المجرم الحقيقي، مين ما يكون اللي قتل بهاء وحطك هون هو عدوي أنا، ومين ما يكون هو قاتل، وممكن بأي لحظة يجي هذا القاتل يأذي حدا من عائلتي ويضره. عندي عيلة وأنا لازم أحمي يا عائشة. لعبة الجواز اللي لعبناها سوا خلص انتهت. فكرت شي مرة بالمصيبة اللي نحنا فيها هلأ؟ أه؟ لا تعملي هيك، لا تعاندي. يلا عملي لي وكالة لصير محاميكي، خليني لاقي المجرم وانت اطلعي من هون ورجعي حريتك، وبعدين ساوي اللي بدك يا. همي الوحيد هو العدالة، ما إلي شغل معك.